مرحبا بكم في حلقة جديدة بعنوان منظومة تثمين البلاستيك. البلاستيك المصنوع من مشتقات البترول كيتعتبر عدو الطبيعة بامتياز. الصعوبة ديال التحلل ديالو كتطلب مئات السنين، والاستعمال ديالو بشكل كبير كيخليه يتصدر قائمة المعضلات البيئية ماشي غير في بلادنا ولكن في العالم كله. لجأ المغرب لعملية تدوير مخلفات البلاستيك وإعادة تصنيع ديالو باش يدخل في صناعات أخرى، منها ما هو منتج نهائي ومنها اللي كيدخل كصناعة مغذية لبعض الصناعات الهامة. وكتعتبر صناعة تدوير البلاستيك مربحة بالنسبة للمستثمرين فيها. نشوف رأي مسؤولة عن قطاع تثمين النفايات. كما شفنا للحد من الاثار السلبيه البلاستيك على صحه المواطن والبيئه، كيخصنا نعزلوه من النفايات الاخرى. هذا الفرز اللي ممكن يقوم به المواطن في البيت ديالو، كما يمكننا نقوم به في مراكز الفرز النفايات اللي موجوده في مطارح المراقبه او مراكز الفرز والتمر. وشنو هي التدابير المتخذه للرفع من وتيره فرز وتثمين البلاستيك؟ اذا باش نرفعوا من وتيره ديال الفرز وتثمين النفايات، كتقوم الوزاره مع وزاره الصناعه والتجاره ووزاره الداخليه على انشاء مراكز فرز النفايات اللي غادي تكون على صريح المطارح المراقبه من اجل فرز هذه النفايات، واللي كيمكن يخدموا فيها عمال الفرز يعني اللي كنسميوهم المخاله واللي كيعملوا الان في الفرز. هذه المراكز اللي غادي يتم التمويل ديالها من طرف الوزاره من اجل الرفع من كميه البلاستيك اللي غادي يصبح ماده اوليه لصناعه البلاستيك. وما ننساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.